أولئك العلماء أيضا أيها الإخوة أيتها الأخوات الشيخ محمد صالح الفرفور رحمه الله. والشيخ محمد صالح الفرفور يذكر لنا موقفا عن أحد العلماء الأجلاء ويشير إلى كيف طهر الله سبحانه وتعالى قلوب أهل العلم من الوقيعة في السوء، وهو الشيخ عبد الرزاق البيطار رحمه الله تعالى المؤرخ الكبير. جرى بينه وبين الشيخ بدر الدين الحسني العالم الجليل رحمه الله تعالى موقف كبير، سنشير إن شاء الله لاحقا فيما يتعلق بالشيخ محمد صالح الفرفور والشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله، لكن دعوني أتكلم هنا الآن عن الشيخ عبد الرزاق البيطار رحمه الله لأن الموقف هنا ألصق به تقريبا. والشيخ عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الدمشقي ولد في محلة الميدان من دمشق في سنة 1253 من الهجرة، ومنذ نعومة أظافره تعلم القراءة والكتابة، ثم حفظ القرآن الكريم وجوده، ثم حفظ المتون في مبادئ العلوم، وصار له صيت وشهرة في العلم والإقراء حتى توفي رحمه الله في سنة 1335 من الهجرة. الشيخ عبد الرزاق البيطار كان معاصرا للشيخ بدر الدين الحسني رحمهما الله، فيذكر الشيخ محمد صالح الفرفور يقول: وكان متعاصرين والمعاصرة حرمان، يعني أن الإنسان إذا عاصر آخر هذه المعاصرة قد تفضي إلى أن ينقطع أحدهما عن الآخر، وقد يكون لبعض الطلاب سبب في ذلك. يقول الشيخ محمد صالح الفرفور: فتغير الشيخ البيطار على الشيخ بدر الدين وكتب كتابا فيه تنقص من الشيخ بقصيدة نظمها وأرسله مع سفيه من سفهاء حيه، توهم أن الشيخ بدر الدين صدر عنه في حق الشيخ البيطار ما يشير إلى التنقص منه. يقول: والحق أن الشيخ لم يصدر عنه شيء من ذلك، يعني كله افتراء، فالشيخ بدر الدين الحسني لم يقل شيئا في حق الشيخ البيطار، لكن بعض قالة السوء نقلوا شيئا على خلاف الحقيقة، وجرت بينهما مناقشات علمية أدى ذلك إلى أن كتب الشيخ البيطار كتابا نقص فيه من قدر الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله، وكما قيل: خبر الأقران يطوى ولا يروى. يقول: والظاهر، يقول الشيخ الفرفور: والظاهر أن بعض طلاب الشيخ بدر الدين سمع الإساءة في حق الشيخ. الآن هذا طالب آخر عند الشيخ بدر الدين الحسني أراد أن يوقع بين الشيخين، فقام للسفيه حامل المكتوب وعنفه وضربه فأعطاه مكتوب الشيخ البيطار، فقرأ تلميذ للشيخ بدر الدين الحسني فاشتد غضبه وأراد أن ينتقم لشيخه، أراد هذا التلميذ أن ينتقم لشيخ بدر الدين الحسني، وأراد التلميذ الشيخ البيطار أن ينتقم لشيخه البيطار، فيذهب للشيخ البيطار ويوبخه على فعلته ذلك حتى يجري بينهما الخصومة. لما سمع الشيخ محمد بدر الدين الحسني الغوغاء فسأل عن سببها، إلى الآن الشيخ بدر الدين الحسني لم يسمع شيئا، فأخبروه بأمر مكتوب الشيخ عبد الرزاق البيطار، فلبس الشيخ جبته وأخذ مع بعض طلابه وسار إلى الميدان يؤم دار الشيخ عبد الرزاق البيطار. فلما سمع الشيخ البيطار بمجيء الشيخ محمد بدر الدين هذا لاستقباله وما وسعه إلا أن خرج إلى الطريق فعانقه، وكذا الشيخ البدر عانقه وجلس معا كأخوين، ونسي كل ما جرى، ووضع الطعام فأكل سويا كعادة الناس، في أن الطعام يذهب ما في القلوب، وصفى قلبهما وازدادت المحبة والمودة بينهما. ثم قام الشيخ البدر وودع كل منهما الآخر وطلب الدعاء منه، ورجع الشيخ البيطار إلى دار الحديث وقد علت المنزلة الشيخ بدر الدين الحسني عند الشيخ البيطار. فنظم الشيخ البيطار قصيدة عصماء يمدح فيها الشيخ محمد بدر الدين ويشهد بسعة علمه ومكارم أخلاقه، وهي إلى الآن عند حفيده الشيخ الأستاذ سليل الأمجاد السيد فخر الدين الحسني حفظه الله تعالى.